السلام عليكم. بدنا نكمل الاختبارات اللي حكيت لكم انه راح اكملها بمحاضرة ثانية. بالنسبة للانفينيت سيريز كان الاختبار الثاني اللي هو الجيومتريك سيريز اللي هو طريقة المتسلسلات الهندسية. طبعا هذا التست يستخدم فقط للمتسلسلات الهندسية، اسمه جيومتريك سيريز تست، فقط للمتسلسلات الهندسية. هلا ايش تعريف المتسلسل الهندسية؟ هي متسلسل الـ A0 زائد A1 زائد A2 إلى ما لا نهاية is called geometric series if the ratio A1 على A0 equal A2 على A1 equal A3 على A2 وهكذا إلى ما لا نهاية، وهي تساوي constant number. constant number بنسميه طبعا إحنا R، أو بنرمزه بالرمز R اللي هو الأساس. ايش يعني معنى هالحكي؟ بنحكي انه المتسلسله هي متسلسله هندسيه. قبل هالمره انا نوهت لايش اسمه متسلسله حسابيه، كان الفرق بين اي حدين متتاليين مقدار ثابت. هون نسبه كل حد الى الحد الذي يسبقه مقدار ثابت، كل حد الى الحد الذي يسبقه مقدار ثابت. ف A1 على A0 راح تساوي A2 على A1، A3 على A2، كل هاي نسبه ثابته وتساوي عدد بنسميه طبعا احنا R. من الأمثلة على المتسلسلات الهندسية اللانهائية طبعا مثلا 2 زائد 4 زائد 8 زائد 16. كيف بدي أعرف إنها هندسية؟ بشوف كل حد على اللي قبله. 4 على 2 2، 8 على 4 هي 2، 16 على 8 هي 2. إذا هاي متسلسلة هندسية لانهائية، النسبة الثابتة هي الـ R تساوي 2، يعني أساسها 2. 1 على 3 ناقص 1 على 9 زائد 1 على 27 ناقص 1 على 81 وهكذا إلى اللانهاية. لو أخذنا كل حد على اللي قبله ناقص 1 على 9 على 1 على 3 هي ناقص 3، 1 على 27 تقسيم 1 على ناقص 9 هي ناقص 3، و1 ناقص 1 على 81 تقسيم 1 على 27 كمان هي إيش؟ ناقص 3. فإذا هون الأساس ناقص ثلث اللي هو R، أو فينا نحكي كلهم انضربوا الثلث نضربها في ناقص ثلث تصير ناقص 1 على 9، ناقص 1 على 9 نضربها في ناقص ثلث بتعطينا اللي وراها 1 على 27، يعني كل حد بنضربه في الأساس بعطينا الحد اللي بعده. طيب مثلا كمان هي متسلسلة، أو مثال ثالث 5 زائد 5 زائد 5 تعتبر متسلسلة هندسية. ليه؟ لأنه كل حد على اللي قبله مقدار ثابت، 5 على 5 واحد، 5 على 5 واحد وهكذا. إذا هاي أمثلة على المتسلسلات الهندسية. فالمتسلسل تسمى هندسية إذا كان نسبة كل حد إلى الحد الذي يسبقه مقدار ثابت أو عدد ثابت. طيب هلا إلها شكل خاص أو إلها شكل معين هاي المتسلسلة، وإلها اختبار اللي هو اختبار الجيومتريك سيريز. هلا شكلها من وين أجا أولاً؟ إنه بنيجي بنحكي الـ R هاي هي A1 على A0، فلو ضربنا ضرب تبادل بيطلع A1 هي R في A0 أو A0 في R. نفس الحكي A2 على A1 كمان هي R، هاي النسبة ثابتة. فمن هون ضرب تبادل A2 بيطلع هو A1 في R. برجع بحط محل A1 هاي القيمة اللي هون A0 في R، فبصير A0 R في R، A0 R تربيع. بنفس الطريقة A3 على A2 تساوي R، إذا A3 هي R في A2، R في A2، لكن الـ A2 من هون طلعناها هي A0 في R تربيع، فإذا A0 في R تربيع اللي هي بتساوي A0 في R تكعيب. فبشكل عام، بشكل عام شكل المتسلسلة الهندسية A geometric series is a series of the form A1 زائد A1 في R، A0 R، A0 أول حد، الثاني A0 R وهكذا أولى. فهي A زائد A في R زائد A في R تربيع بدل A0 طبعا، زائد A في R تكعيب وهكذا إلى المعلنة. يعني كل حد أضربه في R بيطلع اللي بعده، وارجع أضرب في R بيطلع اللي بعده وهكذا. الشكل العام إلها A في R أس K، طبعا من K تساوي 0 إلى المعلنة. هاي أول قيمة لـ K هون في R أس 0، فمن كي تساوي 0 إلى الملأ. يعني بشكل عام إذا كان عندنا عدد مرفوع لأس كي دائما هو متسلسلة هندسية، ثابت مرفوع لأس متغير هو الشكل المتسلسلات الهندسية.
طب ايش اختبار هاي المتسلسلات؟ كيف بدي اختبر هاي المتسلسلة فيما اذا كانت كونفيرجنت او دايفيرجنت، وبالتالي ما هو مجموعها في حالة انها كونفيرجنت؟ هذه النظرية تحدد لنا الطريقة. الجيومتريك سيريز اللي هي summation a في r و k من 0 ل infinity is convergent to a على 1 ناقص r. اولا مجموعها a على 1 ناقص r اذا كان مطلق r اقل من 1، هي convergent ما دام مطلق r اقل من 1، and divergent لما بكون عندنا مطلق r اكبر او يساوي 1. مطلق r اقل من 1 هي convergent، ومطلق r اكبر او يساوي 1 طبعا ما دامها كونفيرجنت راح يكون مجموعها a على 1 ناقص r. ايش المقصود ب a؟ دائما هي الحد الاول على 1 ناقص الاساس اللي احنا سميناه r، فهي الحد الاول على 1 ناقص الاساس مهما كان الحد الاول ومهما كان الاساس. مثلا الامثله اللي حطيناها فوق، مثلا هي متسلسلة هندسية حكينا أساسها 2، بما إنه أساسها 2 هو أكبر من 1، مطلقه أكبر من 1 إذا هي دايفيرجنت. هاي المتسلسلة كان أساسها ناقص 1/3، مطلقه ثلث أقل من 1 إذا هي كونفيرجنت. هلا لإيش كونفيرجنت؟ كونفيرجنت للحد الأول ثلث على 1 ناقص ناقص ثلث الأساس، ثلث على 1 ناقص ناقص ثلث يعني ثلث على 1 زائد ثلث هي ثلث على 4/3، وبالتالي هي 1/4 إذا حسبتوا جربوا اكتبوها. هون الأساس 1، فإذا الأساس 1 إذا هي دايفرجنت. الأساس 1 أو أكبر من 1 دايفرجنت، أقل من 1 هي كونفرجنت. هنا أخذنا مجموعة من الإكزامبلز على المتسلسلات الهندسية، طبعا فقط الاختبار يستخدم للمتسلسلات الهندسية. مجموع 3/10 أس ك من ك تساوي 1 إلى ما لا نهاية. طبعا هاي لو كتبنا حدودها 3/10، اللي بعديها 3/10 تربيع، هاي اللي أخذناها المثال السابق اللي حكينا إنه كان ممكن تنحل على sequence of partial sum، ولكن كانت طريقتها شوي ما بتخطر على البال، أو ممكن تكون صعبة أو مش مباشرة، فهاي راح نحلها باستخدام الجيومتريك سيريز. 3 ممكن أطلعها برا، بصير عندنا 1/10 أس ك، طبعا هي عدد مرفوع لأس اللي هو 1/10 لكل أس ك، فأي عدد مرفوع لأس هو متسلسلة هندسية. طيب من هون ال R 1/10، هاي A في R أس ك، فمعناته ال R هي 1/10، وإذا مش عارفين فيكم تكتبوا مثلا أول حد 2/3 وتشوفوا كل نسبة كل حد إلى الحد الذي يسبقه، بس واضح من التعريف إنها هاي هي الـ R. بما إنها الـ R 1/10 إذا هي أقل من 1، إذا هاي كونفيرجنت. كونفيرجنت لإيش؟ شو بكون مجموعها؟ مجموعها هو الحد الأول، الحد الأول اللي هو 1/10، إذا المجموع الحد الأول. ما هو الحد الأول؟ هو 1/10 أس 1، وفي 3 ما تنسوا هون، أو بنخلي الثلاث برا برا إذا بتكون نخليها من الأصل هون 3 برا، وبعدين نحط 1/10. إذا الحد الأول هو 3/1/10 أو 3/10، 1 ناقص 1/10، 9/10 هون، هون 3/10، إذا 3/9 أو 1/3، إذا هاي كونفيرج تو 1/3. إكزامبل 2، مجموع ناقص 4/3 أس ك. دائما زي ما حكيت لكم انه اي عدد مرفوع لاس متغير بكون هو متسلسله هندسيه، وبكون الاساس هو نفسه اساس المتسلسله الهندسيه. فهاي هي متسلسله هندسيه اساسها ناقص 4/3 أس ك، او مقارنه بمجموع A في R أس ك، A هي 1 والR معناه هي ناقص 4/3، فالناقص 4/3 مطلقها 4/3، اذا هاي دايفرجنت، هي متسلسله هندسية لكنها دايفرجن. رقم 3، مجموع ناقص 1 أس ن في 2 أس ن زائد 3/3 أس ن. هلا في ممكن احنا نكتبها على شكل مجموع A في R أس ك او R أس ن، او فينا من هون ان نكتب كم حد، نكتب اول حد ثاني حد، مبين انها طبعا هندسية لانها كلها اعداد مرفوعة لأس متغير، فنكتب اول حد والثاني والثالث وبنشوف الR ايش بتكون. بنحسب الآر، نقسم الحد الثاني على الأول
والحد الثالث على الثاني وهكذا. إذا كان الآر أكبر من واحد فهي لا دايفيرجنت أو تساوي واحد، وأقل من واحد هي كونفيرجنت. وبالتالي ممكن نحسب من هون إيش الحد الأول وناخذ مثلا على واحد ناقص آر إذا كانت كونفيرجنت. إحنا خليناها على الشكل A في R أس K، يعني وحدنا الأس K لكل هاي المقادير الموجودة هون. فكيف كتبناها؟ في عندنا هون ناقص واحد أس N وفي اثنين أس N، فخليناها ناقص واحد في اثنين الكل أس N، وفي عندنا ثلاثة أس N، هي بضل هون عندنا إيش؟ اثنين أس 3، جزأنا هاي الأسس فاثنين أس 3، إذا هي اثنين أس 3 ناقص اثنين على ثلاثة أس N من N بتساوي اثنين إلى الملانهاية. 2 على 3 فينا نطلعها برا 8، وهي طبعا الأساس هو ناقص 2 على 3، إذا أقل من 1 مطلقة، لذلك هي تجمع. شو راح يكون مجموعها؟ مجموعها 8 في الحد الأول. ما هو الحد الأول؟ هو ناقص 2 على 3 أس 2، لأنه الألف بتبدأ من الاثنين، على 1 ناقص الأساس اللي هو ناقص 2 على 3، بسطناها طلعت 32 على 15. مثال 4، مجموع 2 على 5 أس 1 ناقص كي، طبعا الأساس الأس بيكون كي، فهي هندسية، واضح إنها هندسية، عدد مرفوع لأس، بس لازم يكون الأس كي. طيب فبدنا نعمل الأس كي، كتبناها هي على شكل 2 على 5 أس 1 في 2 على 5 أس ناقص كي، طبعا 2 على 5 أس ناقص كي هي 5 على 2 أس كي. نزلناها على المقام أو عكسنا، ف2 على 5 أس ناقص كي هي 1 على 2 على 5 أس كي، اللي هي 5 على 2 أس كي. كمان واضح إنها هندسية، عدد مرفوع للأس كي، هاي بتكون A وهاي R أس كي، فمعناها الـ R هي 5 على 2، فبالتالي هي أكبر من 1، إذا السيريز is divergent. مجموع باي أس كي زائد 3 على 5 أس كي زائد 2 من 0 إلى اللانهاية. طيب بدنا نوحد الأس، نعمله كي، وفينا نحل بدون ما نوحد، زي ما حكيت لكم بنكتب حدودها وبنحسب الأساس من خلال نسبة كل حد على الذي يسبقه، وبنعوض وبنشوف إذا كان يجمع بنعوض، نحسب الحد الأول اللي هو تعويض قيمة كي الأولى، مثلا كي تساوي 0 بيطلع معانا الحد الأول على 1 ناقص الأساس اللي حسبناه، أو مباشرة احنا نخليها على شكل A في R أس K، فهاي باي أس K، وفي عندنا 5 أس K، في 5 أس 2، في باي أس 3، هاي جزأنا الأسس. طيب فصار عندنا الثوابت الموجودين باي تكعيب على 5 تربيع اللي هي 25، بضل عندنا باي على 5 الكل أس K، فيعني هاي هندسية متسلسلة هندسية، والـ R هي باي على 5. باي على 5، طبعا الباي اقل من 5، بمعنى اخر انه هاي النسبة اقل من 1، ما دام اقل من 1 اذا تجمع. طب ايش بيطلع مجموعها؟ مجموعها هاي الثابت اللي طلعناه، مجموعها هو الحد الاول، الحد الاول بدنا نعوض قيمة كي تساوي 0، باي على 5 اس 0 يعني 1 على 1 ناقص الاساس باي على 5، وحدنا مقامات ضربنا كانت هاي النتيجة. مثال 6، مجموع 3 أس كي ناقص 1 على 2 أس 2 كي ناقص 2، راح نجزئ مشان نخليها على الشكل A في R أس كي، ف3 أس كي في 3 أس ناقص 1 على 2 أس 2 كي في 2 أس ناقص 2، طبعا 2 أس 2 كي كتبتها على شكل 2 أس 2 بعدين أس كي، تعرفوا قوانين الأسس، فهي 3 أس ناقص 1 تنزل على المقام الثلاث، واثنين أس ناقص اثنين بتروح لفوق، فبصير أربعة على ثلاثة برا، هاي ثلاثة ثلث وهاي أربعة، أربعة على ثلاثة، هاي رح نطلعها برا رمز المجموع. فشو بصفي عنا؟ ثلاثة أس كي واثنين تربيع أس كي، يعني ثلاثة على أربعة لكل أس كي، فصارت هي A في R أس كي، وفينا نطلع الأربعة ثلاثة ونعتبر الحد الأول هو واحد أو A هي الواحد. تكون قيمة A هون هي الواحد، مش مقصود الحد الأول الـ A. طبعا هاي الأساس هو 3 على 4 أقل من 1، إذا هي كونفيرجنت. كونفيرجنت لشو؟ هاي الأربعة 3 في هون الحد الأول اللي هو عندما كي تساوي 1، 3 على 4 أس 1، طلعت الأربعة 3، 3 على 4 أس 1 على 1 ناقص الأساس اللي هو 3 على 4، بعد التفصيل طلع معانا أربعة.
طيب كتبنا الملاحظة اللي أنا حكيت عنها قبل شوي. طبعا ليس بالضرورة أن تكتب على شكل عدد مرفوع لنفس الأس، يعني مش ضروري أوحد الأس للكل يكون كي زي هون، يعني ممكن تضل زي ما هي، زي ما حكينا تضل هاي الأسها كي ناقص واحد، هاي أسها اثنين كي، مش شرط عدد مرفوع للأس كي، أو أن تبدأ من الزيرو كمان مش ضروري. ما معنى أنه يمكن معرفة كونفيرجنت أو دايفيرجنت بدون تبسيطها كما في الأشكال السابقة، يعني ممكن أنا ما أعملها على الطريقة اللي هون ومباشرة من هون أبلش أحل. كيف؟ زي ما حكيت لكم ممكن أكتب أول 3 حدود على سبيل المثال، هي مبينة إنها هندسية، فنكتب أول 3 حدود أو حدين وبنحسب الـ R اللي هي نسبة كل حد إلى الذي يسبقه، مثلا A2 على A1، يكون هيك عرفنا A1 وعرفنا R. من خلال R بنحدد convergent أو divergent، وبالتالي بنقدر نطلع المجموع بدون تبسيطها كما في الأشكال السابقة، لأنه بشكل عام أي متسلسل على شكل عدد مرفوع لأسره هندسية حتى لو اختلفت الأسس، فالمتسلسلة السابقة هندسية أساسها 3 على 4، هي هندسية وأساسها 3 هون 2 تربيع اللي هي 4. فمثلا بالنسبة للمتسلسل اللي حكيت عنها قبل شوي، كتبت أنا أول حدين، هي واضحة قلنا لكم ما دامها أعداد مرفوعة على أس متغير هي هندسية. فالأول حدين كان الحد الأول 1، الحد الثاني 3 على 4، كتبنا أول حدين، الأساس هو الحد الثاني على الحد الأول، إذا 3 على 4 على 1 اللي هو 3 على 4. الحد الأول واضح من هون إنه هو 1، معناته هي تجمع ومجموعها A على 1 ناقص R، 1 على 1 ناقص 3 على 4 اللي كمان تطلع هون عندنا 4. طيب مثال 7، مجموع ناقص 2 أس كي زائد 1 على 3 أس كي، هون راح نضطر إن نجزئ البسط على المقام، فهي ناقص 2 أس كي على 3 أس كي اللي دمجناهم صاروا ناقص 2 على 3 لكل أس كي، زائد 1 على 3 أس كي، 1 على 3 أس كي، فهاي هندسية وهاي كمان هندسية. واضح انه الاساس ناقص 2 على 3، هون الاساس 1 على 3، وبالجهتين او بالمتسلسلتين الاساس اقل من 1، اذا هاي كونفيرجنت وهي كونفيرجنت. هلا راح اجمع الاولى واجمع الثانية واضيف مجموعهم لبعض، بطلع عندنا المجموع الكلي. فالاولى كي تساوي 2 الحد الاول ناقص 2 على 3 أس 2، هاي ناقص 2 أس 2 4، و3 أس 2 9، على الأساس 1 ناقص ناقص 2 على 3، هون الأساس، زائد هون الحد الأول 1 على 3 أس 2، 1 على 9 على الأساس ثلث، يعني على 1 زائد 1 على 9 على 1 ناقص 1 على 3. وحدنا مقامات هون، هاي طبعا 1 ناقص ثلث اللي هي 2 على 3، بسطنا فهي الأولى بتطلع 4 15، الثانية 1 على 6، برضه بنرجع نوحد مقامات وبنجمع. كمان اكزامبل 8، مجموع 4 اس كي زائد 2 في 5 اس ناقص 2 كي، ما دامها اعداد مرفوعه على اس متغير هي هندسيه، بس كيف بدنا نحسب الاساس؟ راح نوحد الاسس مشان نطلع الاساس او نكتب الحدود، فهي بتصير مجموع 4 اس 2 في 4 اس كي في او على، نزلنا مشان تصير 2 كي بالمقام، تصير 5 اس 2 كي اللي هي 5 اس 2 اس كي. طيب 4 أس 2 16، 4 على هون 25، 4 على 25 الكل الأس كي وحدة الأس، فإذا ال R هي 4 على 25، 4 على 25 أقل من 1، إذا هاي كونفيرجن، وبالتالي راح تجمع، شو راح يكون مجموعها؟ 16 برا، الحد الأول من كي تساوي 1، معناته بدنا نعوض بدل كي 1، بيطلع 4 على 25 أس 1، يعني 4 على 25 على 1 ناقص R، ال R هي 4 على 25، بسطتنا بتطلع 64 على 21. هون أعطينا مجموعة من الهوم ويرك، طبعا تطبيق، أخذنا الأمثلة زي الإكزامبل، ناقص 4 أس 3 N، طبعا راح أخليها أس N هون أس N، ناقص 4 أس 3 على 5 لكل أس N، 5 أس ناقص 1، ونشوف إذا كانت كونفيرجن أو دايفيرجنت. طبعا إحنا بدنا نشوف إذا كونفيرجنت أو دايفيرجنت، وإذا كانت كونفيرجنت بدنا إيش مجموعها. مجموع كمان نفس الشيء، ممكن نوحد الأسس، واضح إنهن هندسية، ما بدنا نوحد أسس، معناته نكتب لنا كم حد ونشوف إيش الأساس والحد الأول، وبناء طبعا إحنا على الأساس بنقرر إذا تجمع أو لا.
نفس الحكي هون. هون طبعا كانت مدموجة ما بين هاي partial fraction أو ال sequence of partial sum، هاي راح نحلها، هي مجموع، طبعا راح نوزع رمز المجموع، ونوزع المجموع الأولى ناقص المجموع الثانية، الأولى sequence of partial sum والثانية هي سابقا بتكون هون هندسية، فبنحسب الأولى على sequence of partial sum والثانية على geometric test وبنجمعهم الثنتين طبعا إذا كانوا convergent، بنشوف حسب الأساس وحسب إيش بيطلع هناك. نفس الحكي، هاي partial sequence of partial sum، هاي sequence of partial sum، هون geometric sequence of partial sum، هون في عنا geometric مجموع، بس هاي في أقواس طبعا، مجموع 5 زائد، راح نجمع الخمسة لحال و السيريز اللي هون لحال ونشوف ايش بيطلع المجموع. من هاي الأخيرة 5 أس ناقص 1 زائد 3، طبعا كل واحدة منهن هندسية، فراح توزع رمز المجموعة الأولى والثانية ونشوف إذا كان فينا نجمع أو لا، ونقرر الكونفيرجنس والدايفرجنس. هل هذا الحكي اللي أنا حكيته قبل شوي بالإكزامبل أو بالهوم وورك، طبعا هو كان في نظرية جزء سابقا أخذتوها للإنفينيت صم انتو، إنه إذا كان أنا مجموع الـ AK من K تساوي 0 إلى للفاينايت صم، قصدي من K تساوي 0 للإنفينيتي، إذا كان هذا المجموع أو هاي السيريز كونفيرج تو L و BK كونفيرج تو M، معناه مجموعهن أو طرحهن راح يكون كونفيرج تو L زائد M أو L ناقص M، وإذا ضربناهم في كونستانت كمان ما هي ليميت، يعني زي خواص الليميت. فهون الكونفيرجنس هو زي السيكونس اوف بارشال سام، وبالتالي هو بيشبه الليمت او زي الفاينايت سميشن. فاذا كان سميشن الفا اي كي هاي كونفيرج تو الفا في الفا، فاذا رمز المجموع هون للانفينيت سيريز بتوزع، فمجموع اي كي زائد بي كي هو مجموع الاولى زائد المجموع الثاني، نضرب في عدد راح تضل كونفيرجنت، وبالتالي راح ينضرب المجموع في هالعدد. طبعا الأمثلة السابقة كانت بتوضح هالشي لما وزعنا رمز المجموع وطلعنا للأولى وللثانية وبعدين جمعناهم لما يكون كونفرجن. الثيوريم الثانية طبعا احنا برضو هاي مشينا عليها بدون ما نوضح الثيوريم، اللي هي ذا سيريز مجموع اي كي من 0 لانفينيتي كونفرجنت اذا كانت السيريز اي كي من كي تساوي جي الى انفينيتي، حيث جي اكبر من 0. طبعا مجمل معنى هالنظرية، معنى هاي النظرية إذا كانت السيريز كونفيرج من الزيرو فهي كونفيرج من أي عدد، كونفيرج من أي عدد، يعني بمعنى آخر إذا بنقدر نطلع مجموع هاي الحدود ابتداء من A0 إلى الإنفينيتي، معناته بنقدر نطلع مجموعها من A10 إلى الإنفينيتي، من A5 إلى الإنفينيتي، من A17 للإنفينيتي، لأنه إحنا عارفين مجموع الأكبر فبينا ناخذ مجموع جزء منها، يعني إحنا عارفين مجموعها كلها، فبنقدر نعرف مجموع أي جزء منها على أساس كيف. مثلا إذا المجموع أخذ معروف من 0 إلى ما لا نهاية، فمن 10 إلى ما لا نهاية مثلا راح يكون معروف كيف هو مجموعها كلها من 0 إلى ما لا نهاية، رايح منها قيمة أول مجموع أول 10 حدود مثلا، أو أول 9 حدود زي هيك. ومرات العكس، هلا إحنا بنعرف مجموعها من 10 إلى ما لا نهاية، كيف بدنا نحدد مجموعها من الصفر؟ عادي ناخذ المجموع من 10 إلى ما لا نهاية ونضيف له أول 10 حدود، بصير عندنا المجموع من 0 إلى ما لا نهاية. يعني بمعنى آخر، من وين بدأت المتسلسلة الهندسية نقدر نطلع مجموعها. طبعا هي النظرية تطبيقها بشكل مباشر ما في مجال، بس إحنا كنا نحكي عنها إنه ممكن إذا ما بدأت من الزيرو عادي راح نحسب انه ال A1 هو قيمة K تساوي J، نحسب ال A1 ونشوف المجموع او طبعا ما راح يأثر على ال R، هو بيأثر على السمشن لأنه على الكونفيرجن، هاي خاصة بس بالكونفيرجن. فإذا كان مثلا مجموع AK من 0 إلى انفينيتي L وبدنا نحسب مجموع AK من J للانفينيتي، راح يكون هو كل مجموعها من صفر لانفينيتي رايح منه الحدود من A0 للحد اللي قبل J، وبالعكس
إذا كنا عارفين من جي إلى الإنفينيتي وبدنا من زيرو إلى الإنفينيتي، راح يكون هو المجموع من جي إلى إنفينيتي زائد الحدود اللي بتكون من A زيرو لغاية جي. فإذا يعني خلاصة القول إنه من وين بتبدأ المتسلسل الهندسية مش مشكلة، على كل الأحوال راح تجمع باستخدام القانون اللي حكينا عنه سابقا إذا كانت كونفيرجنت. طبقنا على الحكي على كم مثال، مع إنه سابقا إحنا نوهنا عليها بالهوم ورك اللي على الصفحة اللي قبل هيك. مجموع 3 على 4 أس كي من كي تساوي 5، ما في داعي أطلع من صفر وأطرح أول 4 حدود مباشرة. هو بس هون مكتوب طبعا هي من كي تساوي 0 3 على 4 أس كي ناقص كم حد من كي تساوي 3 مش 5، يعني كي تساوي 3، معناته راح نطرح ال A0 وال A1 و ال A2. إذا من 3 مش من 5، هي من 3، معناته هي من صفر إلى ما لا نهاية مطروح منها أول 3 حدود اللي قبل كي، أو من الحد الأول لغاية الحد اللي قبل كي اللي هو الحد الثاني. فراح تصير حسبناها هون 4 ناقص المقادير هاي، بس ما في داعي، ممكن مباشرة 3 على 4 أس كي هي بدنا ناخذ الحد الأول، راح يكون الحد الأول قيمة كي ما هي 3، فالحد الأول 3 على 4 أس 3 على 1 ناقص الأساس 1 ناقص 3 على 4، والمجموع هو 27 على 16. فلذلك ما في داعي مباشرة إن نطبق على النظرية، راح نطبق تلقائيا ونبدأ من الحد المحدد والسؤال. مجموع هاي المتسلسلة طبعا راح نجزئها، راح تصير ناقص 2 على 3 أس كي ناقص 1 زائد 2 أس كي على 3 أس كي ناقص 1. الأولى هندسية والثانية هندسية، بنشوف الأساسات أو بنشوف الأساس وبنحدد الكونفيرجنت والدايفيرجنت. طبعا واضح إن هاي كونفيرجنت وهاي كونفيرجنت. الأساس 2 على 3، هون الأساس راح يطلع 1 على 3، فبنجمع الأولى وبنجمع الثانية بنضيفهم لبعض. 3 على 4 أس كي زائد كي على كي زائد 1 في كي ناقص 2، هاي عبارة عن مجموع متسلسلتين، الأولى هندسية والثانية هي باستخدام السيكونس أوف بارشل. فبنطلع هاي لحال وهي لحال بعدين. هاي كل شيء بدنا نعرفه عن الجيومتريك سيريز، كمان بتمنى إنها تكون الأمور سهلة وبسيطة وواضحة. يعطيكم العافية وبشوفكم بمحاضرات ثانية إن شاء الله.